تمكنت الفرقة الأولى للبحث والتدخل تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، وفي عمليتين متفرقتين متعلقتين بمكافحة التجارة غير مشروع في المخدرات. العملية الأولى مكنت من توقيف شخصين أعمارهما 51 و66 سنة على التوالي، ضبط بحوزتهما 4.5 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج مع حجز مبلغ مالي معتبر من عائدة الترويج، كما حجزت مصالحنا سيارة نفعية كانت تستعمل في نقل هذه السموم. وفي عملية ثانية تمكنت مصالحنا من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة كان يقوم بترويج هذه السموم على مستوى أحد الأحياء الشعبية، أين ضبط بحوزته على قطع مهيئة للترويج مع ضبط ميزان صغير الحجم مع ضبط مبلغ مالي يعتبر من عائدة الترويج. تم تحقيق إجراء قضائي ضد جميع الأطراف، سيحالون بموجبه إلى العدالة.